الخطيب ورأس الجول ورأس الباب ولكن الكورة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. مرتضى منصور، مرتضى منصور رد على الكلام اللي اتقال على قناة نادي الأهلي وبرنامج ملك وكتابة والمستشار القانوني وتقديم بلاغ ضده، هنتكلم فيه بشكل كبير وعن كل تصريحات مرتضى منصور اللي قالها من خلال قناة المحور. لكن الغريب، الشيء الغريب اللي أنا مستعجب له، واحد زي حسن راتب ده، واحد زي حسن راتب يقبل ليه أو يقبل إزاي على شاشة قناته ناس تطلع تتكلم بأسلوب وألفاظ خادشة للحياء على قناته؟ والشيء يعني الغريب بالنسبة لي، يعني ما هو في قنوات تانية كتير وبيطلع، لكن حسن راتب يعني كل شوية جايب لي برامج مش عارف مين، علاقته بالشيخ شعراوي الله يرحمه، أنا بحب الشيخ شعراوي جدا جدا جدا. هل ده اللي أنت تعلمته من الشيخ شعراوي الإساءة لكل من خلال قناة أنت تملكها؟ يعني أنت بتساهم في نشر الإساءات ونشر البذاءات ونشر السب والقذف للناس، بتقول لي مش عارف ايه ينفع؟ ما ينفعش طبعا الكلام اللي بيحصل ده، ولازم الدولة تتدخل. لكن قبل ما نتكلم عن تصريحات مرتضى منصور، تعالوا نشوف كلام أسامة السويسي. أسامة السويسي علق وقال: بص يا عمور، واضح انك مش واخدين بالكم ومش عايزين تصدقوا، احنا يا سيدي قمة الانبساط بالاهلي والدوري والقمة. ده ردا على الكلام اللي قاله مرتضى منصور امبارح ان جماهير النادي الاهلي مش مبسوطة ولا سعيدة، الدوري اتسرق وماتش الزمالك اتسرق والجماهير في الشارع مش مبسوطين، وكلام السخيف اللي جماهيرنا الاهلي مبسوط وسعيد. نحلف ما بنحلفش زيك باليمينات والكلام اللي انت ما بنح، بس احنا سعداء واسعد دوري. وزي ما قال سيد عبد الحفيظ، ها هل سيد عبد الحفيظ كويس؟ سيد الحفيظ قال ألذ دوري، والسيد عبد الحفيظ يمثلنا، سيد عبد الحفيظ الكلام يمثلنا، قال لك احنا يا سيدي قمه الانبساط بالاهلي والدوري والقمة، لأنه الأغلى طبعا. وممكن تسأل الكفيل، عارف الكفيل اللي بعده حد يقول له احنا مبسوطين يا بيه، حد يقول له احنا مبسوطين يا بيه، قال لك عكس معظم أصدقائي لا أتعجب أبدا من تعامل الإعلام الرياضي مع ريمونتادا الأهلي التاريخية وفوزه بأغلى دوري، لأن رأيي واضح من بدري في إعلام المراجيح الذي غرق في الشاي بالياسمين. كلام أسامة السويسي إنه بيتكلم عن إعلام المراجيح الموجه بناء على البرادس والشاي بالياسمين. فاكرين طبعا مرجان احمد مرجان، احنا كنا عايشين في دوري مرجان احمد مرجان زي ما قال كل الناس، ومنهم علاء نبيل لاعب نادي المقاولين ومدرب منتخب مصر السابق مع الكابتن محمود الجوهري، قال احنا عايشين في دوري مرجان احمد مرجان، ده يتقدم ده يتاخر، ده يتلعب ده ما يتلعبش، ده يتاجل ده ما يتاجلش، ده ينضغط ده ما ينضغطش، وكله والاعلام كذلك اعلام موجه للهجوم على الخطيب رغم الفوز. محدش بيتكلم النادي الاهلي حقق انجاز، ما بطلبكش ان انت تقف معايا في حرب ضد الناس اللي بتهاجم النادي الاهلي، مش مطلوب منك، لكن اتكلم في الجزء او الشق الرياضي. النادي الاهلي كان فين؟ حصد في الدور الثاني، خسر كام نقطه في الدور الاول؟ جه في الدور الثاني خسر كام نقطه؟ الزمالك كان معاه فرق بين النادي الاهلي والزمالك كام نقطه في الدور الاول؟ بقى الزمالك خسر كام نقطه؟ اتكلم بشكل رياضي، ده المفروض الاعلام المحايد. ما بطلبكش ان انت تقول لي اه النادي الاهلي تحارب، ما بطلبش ان تقول لي النادي الاهلي في ناس تامروا على النادي الاهلي، في ناس كانت عاوزه توقع مجلس، مش مطلوب منك ده، مطلوب ده من اعلام النادي الاهلي، مطلوب ده من جماهير النادي الاهلي انها تفضل وتساند وتكون عارفه الحروب اللي خاضها مجلس الخطيب ضد الناس دي كلها، او الناس دي كلها كانت بتحارب الخطيب. لكن هنا بيتكلم اسامه السويسي وشايف انه مش مستغرب من هجوم الناس او بعض الاعلاميين على النادي الاهلي والخطيب رغم الفوز بالدوري ومباراه القمة النهائية، على حسب كلامه لأنهم غرقانين في الشاي بالياسمين. وأضاف أسامة السويسي وهاجم سكان الجبلاية، قال لك سكان الجبلاية كانوا في قمة الطاعة وقدموا كل الخدمات لصليط اللسان وكفيله، وفي النهاية يتعرضون لأبشع الاتهامات من حنفي وتابعيه، بصراحة تستاهلوا. ودي حقيقة أنهم يستاهلوا، زي ما احنا بنقول دايما من أعان ظالما ذل على يديه. يعني أنت النهاردة يا مرتضى يا هاني ابو ريده مش هلعب، اجل لي، بتاجل لك. يا هاني ابو ريده الاهلي يلعب وانا هستريح، ماشي. يا هاني ابو ريده مش لاعب الاهلي يلعب مؤجلاته، ماشي. يا
هنا بريدة المباراة دي هلعبها هنا مش هلعبها ماشي، هنا بريدة ماشي، كل نفسك فيه بيحصل. ومع ذلك تشوفهم هم وإعلامهم وغندور وجمال ومرتضى طالع بيقطع فيهم، ما لما كنوش ساعدوه كان عامل فيه، يستاهلوا يستاهلوا. أما بالنسبة بقى الأغبياء، أسامة السويسي على وقال الأغبياء في ساعتي الإيجار يتحدثون عن اللعب النظيف. من ضمن الحاجات اللي كانوا بيتكلموا فيها النهاردة موضوع اللعب النظيف، وإن لو الزمالك تقدم بشكوى الدوري هيتلغي ومش الدوري هيتلغي، وما يعرفوش من ضمن إن أول بند من بنود اللعب النظيف زي ما أنا قلت إن واحد يصرف على ناديين، الكفيل يصرف على ناديين، على نادي وعلى نادي تاني. قال لك إيه؟ الأغبياء في ساعتي الإيجار يتحدثون عن اللعب النظيف. يا جهلة أبسط، زي ما قلت حضراتكم بيتكلموا قواعد اللعب النظيف دي في خصوص الاتحاد الالماني، رئيس الاتحاد الالماني لما جاله هديه من شركه راعيه للاتحاد الالماني فقدم استقالته، وقال لك انفنتينو لما كان هنا وقال لك وفي اي شكوى هنا في بطوله امم افريقيا، وقال لك لو في اي شكوى في اي اتحاد محلي وخاصه باللعب النظيف بيتوقف على طول. فكلامهم في هذا السياق على ان الاتحاد جامل النادي الاهلي ولعب مش عارف مين مبارياته بالقيد الجديد واللي مش عارف ايه الكلام ده. برضه احنا على موضوع القيد ده كتير، النادي الاهلي كان فيه كفاءه، انا ما لعبت اللي قدامي كان عنده لعيبه وفي برضه دعم صفوفه، ما كانش انا دعمته هو لعبني بلعبته الدور الاول لا. فقال لك الاغبياء من ساعتها الايجار يتحدثون عن اللعب النظيف. يا جهله، ابسط قواعد اللعب النظيف عدم صرف شخص واحد على ناديين في مسابقه واحده، قمه التخلف. المهم مش هترجع الساعات، مش المهم مش هنرجع الساعات، وموتوا بغزكم. اما موضوع قفشه، فيصل زيدان على وقال كلمتين ونص، قفشه اللاعب سلم ناديه رغبه كتابيه باختيار الاهلي، ده قلناها قبل كده في الفيديو السابق. قال لك دي سابر كان عايز يعمل او صفقه تبادليه مع نادي الزمالك بان يودي لهم قفشه وياخد ابراهيم حسن. قفشه رفض رفض قاطع وقال له نصا لن ارحل الا للاهلي. المدرب دي سابر استبعده من المعسكر الحالي عقابا له. كبار الطرفين ما بين اهلي وبيراميدز قاعدين بيحلوا المشكله الان، ده على حسب او على عهده الاعلامي فيصل زيدان. نيجي بقى لتصريحات مرتضى منصور. مرتضى منصور اتكلم في تصريحاته السيئه جدا جدا جدا، اتكلم عن المقاولين العرب ومباراه النادي الاهلي وهاجم محمد عادل. مش عارف محمد عادل راجل محترم ملوش في حاجه ولا له، مجرد بس ان المقاولين لعب مباراه مع الاهلي وخسر، لازم المقاولين كله يتبهدل، لازم عماد النحاس يتبهدل، لازم محمد عادل المش يتبهدل. قال لك مرتضى منصور لما طلع على برنامج الزمالك اليوم مع خالد غندور، ايوه المقاولين العرب فوت الماتش للاهلي، ابو مناخير محمد عادل بتاع المقاولين وصورته مع سيد عبد الحفيظ خير دليل. هو انت مفكر ان كل الانديه زيك ماليها الكر؟ النهارده بنلعب اسمها كره، ما نشوف في اوروبا الناس بتخسر ويسلموا على بعض. الناس شفنا في نهائي اوروبا قبل النهائي ما بين توتنهام ومانشستر سيتي، مانشستر سيتي جاله جون واتلغى بسبب الفار، كان ممكن يأهله للنهائي وما تأهلش، وبعد ما سلموا على بعض جارديولا ومدرب توتنهام، مش كل واحد ماسك سكينه بيجيب روحه غزه. قال لك المقاولين العرب فوت الماتش الاهلي ومحمد عادل بتاع المقاولين وصورته مع سيد حديث خير عشان بيسلموا على بعض وياخدوا بعض بالحضن. ده الطبيعي، ده المفروض اللي يسود، ده المفروض يبقى السائد في الوسط الرياضي. لما انت من ساعه ما جيت لا. قال لك الاهلي قال قبل كده ان اللاعبين اتصابت عندهم بسبب الجن، الجن كان واقف مع محمد الشناوي بعد ما شال خمسه مفيش جول بيدخل فيه، الجن بيقول له خد بوسه يا كابتن، ده خد الكره هي يا كابتن، ده بالنسبه كذب طبعا، مفيش حد مسؤول في النادي الاهلي طلع وقال ان لعيبه النادي الاهلي اتصابت بسبب الجن، اللي قال كده يعني فلته وانا بعتبره انه خطا. واحد زي اللي هو بيقدم برنامج اسمه محمد اسمه حسن عبد الحميد حسن اللي هو ميدو بيقدم برنامج على قناه النادي الاهلي، اتكلم فتره من الفترات قال لك ان الاصابات اللي بتحصل دي في النادي الاهلي مش طبيعيه، يعني اللي بيحصل ده مش طبيعي، عندنا 15 لعيب بيتصابوا فشيء مش طبيعي، اكيد اللي بيحصل ده ممكن يقول حسد، في سحر، السحر ما موجود في الكره ده، وانا بعتبرها غلطه. لكن هل في رئيس مجلس اداره النادي الاهلي طلع قال سحر؟ حد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي طلع قال سحر؟ لكن انت رئيس مؤسسه او رئيس نادي كبير اسمه نادي الزمالك تطلع، خلي ده الواحد زي احمد جمال، واحد زي خالد غندور، واحد زي الاعلاميين اللي بيطلعوا يتكلموا اي كلام، واحد من الاعلاميين طالع بيقول لك الزمالك النهارده مش عارف اسمه ايه كده مصطفى ايه ولا مش عارف ايه، من خالد غندور طالع بيقول لك الدوري السنه دي باص كان فيه تدخلات ومباريات بتاجل بالتليفونات،
يعني بيتكلم بقى كأن الاتحاد حارب الزمالك واهدى الدوري النادي الاهلي، وكل دي حروب على الزمالك. اقول لك غلط بينسوا عشان تعرفوا قد ايه ان هم الذاكره بتاعتهم والكذب. حضراتكم عارفين لما تبقى صادق وتقول معلومه بصدق، لو جيت لي بعد 15 سنه هقول لك اللي انا قلته لانه صدق، لكن لو كذب، لو جيت لي بعد 15 يوم الكلام بتاعي هيتغير لانه كذب ملوش موجود. انت النهارده تشوف صوره قدامك، حاجه واقعه حقيقيه بتشوفها، تفضل مطبوعه في ذهنك لمده 15 سنه، لكن لو بتالف وبتخترع، النهارده قلت لي قصه، بكره تيجي تحكي لي القصه دي باسلوب وبطريقه مختلفه، لانه كذب اختلاق. النهارده كان بيتكلم عن الزمالك والاتحاد المصري اهل الزمالك الدوري ومش الدوري، قال لك الزمالك الاهلي خد الدوري لان كان الزمالك بيتحارب ومش بيتحارب، وبالتليفونات مواعيد مباريات تتاجل بالتليفونات، وناس بتحلف بالطلاق. مش حلال، ضحكت على نفسي، مت على نفسي بالضحك. هو مين اللي كان بيحلف بالطلاق؟ هو حد حلف بالطلاق غير مرتضى منصور؟ عشان تعرفوا قد ايه ان الكذب ملوش رجلين. النهارده بيتكلم النادي الاهلي يقول لك محمد شناوي، طب ما تعمل، ما انت عارف طريقه السحر، وقلت قبل كده جبت مش عارف مين وشبرمنت وميدو اتكلم وقال انت كنت معاهم ساحر على طول. طب ما نلغي المدرب الاجنبي ده ونلغي تدريبات اللعيبه وتجيب انت الشيخ ده بقى وريني هتكسب الدوري ازاي لما كله ماشي بالسحر وبالشعوذه. مرتضى منصور نزل المانشيت اللي قلته لحضراتكم في الفيديو اللي فات، واللي اتكلم خالد الغندور اللي بتاع الشيزوفرينيا عن المانشيت اللي كتب في مجله النادي الاهلي بخصوص احنا كسبنا القمه، كسبنا الدوري وكسبنا القمه، انتوا كمان فوتوا زي المقاولين. ده المانشيت مرتضى خالد الغندور طبعا اتكلم وهاجم ابراهيم المنيسي وما ينفعش شغله طفول ومش عارف ايه والتلقيح. طب هم ساعات زي ورديت يعني في الفيديو اللي فات. المهم مرتضى منصور طلع بيتكلم على المانشيت ده، قال لك مجله الاهلي كتبوا النهارده احنا مش مفوتين، كتب اللي كتبوا احنا مش مفوتين، احنا مخرومين، انتوا مخرومين. شفتوا الالفاظ؟ شفتوا الفرق بين الادب والاحترام والتربيه والاخلاق والسلوك؟ الرضيء اللي عاوزه يسود باعلام الزمالك، هل في حد محترم في مصر يقدر يقول انا عايز ابني يطلع قدوه زي مرتضى منصور، زي خالد الغندور، زي احمد جمال؟ في حد يقول لي كده يعني؟ مستحيل. بتقدموا ايه للناس؟ ايوه انتوا سرقتوا الدوري، كان المفروض تتغلبوا ثلاثه مننا، كان المفروض. طب ايه اللي حصل يا سيدي؟ زي واحد لما يقول لك النادي الاهلي ما حضرش في مباراه القمه، طب مال الجن هم اللي كسبوكوا؟ الجن هو اللي كسب 1-0، كنتوا بتلعبوا نفسكم والجن هو اللي كسب. طب سؤال الجمهور، الاهلي المحترم مش معترف بالدوري ده وعارفين ان الدوري اتسرق. يا اخي نحلف لك بايه ان احنا مبسوطين؟ واسعد دوري، واجيب لك سيد عبد الحفيظ يقول لك انزل دوري يا بيه، اعمل لك ايه طيب عشان انت تصدق مرتضى منصور؟ بالنسبه لجروس بقى، قال لك اللي عايز جروس يرجع 17 نقطه اللي ضيعها وانا ارجعه، كفايه امك بتحبني. ساسي وطارق حامد ومحمود، اتكلم بقى ساسي وطارق حامد ومحمود علاء والنقاز موجودين في الزمالك ومفيش حد هيمشي. واتكلم عبد الناصر زيدان بقى، اتكلم عن الهجوم بتاع مرتضى منصور اللي بشكل شبه يومي على كل الناس، قال لك تقدمنا ب13 شكوى ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته الى المجلس الاعلى للاعلام وكل لجانه. وكل ما نسال استاذنا جمال شوقي رئيس لجنه الشكاوى بالمجلس الاعلى للاعلام يقول لنا بنفرغ الحلقات ولن نجامل احد. اصل الاستاذ جمال شوقي لا يسمع ولا يرى سب وشك كل خلق الله على قناه المحور كل ليله، ولا يحقق الا في الشكوى التي يقدمها مرتضى منصور ضدنا. عايزين العدل يا جمال بيه شوقي، تعبنا. ده بيتكلم على اساس ان مرتضى منصور مرتضى منصور وقدم شكوى، هو كان السبب في ايقاف برنامج كوره بلدنا على برنامج على قناه ال سي، وقفل القناه بالكامل بسبب الشكاوى المجلس الاعلى للاعلام. اما بالنسبه للشكوى اللي هيقدمها المستشار القانوني النادي الاهلي محمد عثمان، واللي اتكلم فيها او اعلنها من خلال مداخلته مع عادل القيع وابراهيم المنيسي، مرتضى منصور هاجمه وهجوم ضاري واسلوب سخيف، هاجم محمد عثمان وقال ان كل الحاجات او الشكاوى اللي بتتقدم ضده كل تلك الاشياء مجرد كلام في الهواء، كل الحاجات دي ما بتاثرش فيه ولن تهز شعره واحده في راسه على الاطلاق. طب نروح لمين؟ نجيب ست ام كلثوم تغنيها؟ طب نروح لمين؟ اروح لمين؟ اروح لمين يجيب حق الناس اللي بتتشتم دي؟ ذنبهم ايه؟ ولو حد فتح بقه مرتضى منصور يقاضيه ويحبسه سنه بسبب انه بيرد بس، لكن هو ما محمي بالحصان. نتمنى ان اي مسؤول يحل لنا القصه دي. نروح لمين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.